إنشاء مدونة للطبخ والربح منها لو نفسك تمتلك مدونة احترافية للطبخ زي المدونة اللي انت شايفها قدامك دي وعايز تربح منها عن طريق الانترنت يبقى لازم تشوف الفيديو ده لان الفيديو ده مهم ليك ولأي حد بيحب الطبخ ونفسه يربح من الانترنت تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف كامل التفاصيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم من جديد في قناه اتعلم دوت نت، ودرس جديد من دروس الربح من الانترنت، والنهارده معانا كيفيه انشاء مدونه احترافيه للطبخ وازاي تربح منها، علشان تربح من مدونه خاصه بالطبخ لازم تتبع بعض الخطوات او شويه خطوات هنشرحها بالتفصيل في فيديو النهارده. بس قبل ما نعرف كامل التفاصيل يا لو كنت اول مره تشرفنا على القناه يا ريت ما تبخلش علينا باشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا وطبعا اوعى تنسى اللايك وكمان الشير علشان غيرك يستفيد نرجع لفيديو النهارده وانشاء مدونه احترافيه للطبخ وكيفيه الربح منها واول خطوه معانا وهي اختيار الدومين او اسم المدونه بتاعك أو رابط اليو ار ال الخاص بالمدونة بتاعتك، يعني إيه؟ وليكن أنا عندي مدونة اسمها اتعلم دوت نت أو أنت عندك مثلا مدونة اسمها يوسف أحمد دوت كوم، تمام؟ إحنا النهارده هنعرفك إزاي تنشئ المدونة الاحترافية بالشكل اللي أنت شفته من أقل من دقيقة ده بأقل من 50 جنيه مصري، مدونة احترافية 100% لو بتشتريها من أي مكان تاني مش أقل من 30 40 دولار، وأنا عارف أنا بقول إيه؟ طيب قبل ما نعرف ازاي هنحجزها والكلام ده كله، تعالى نختار بس الأول عنوان اليو ار ال أو اسم المدونة أو اسم الدومين الخاص بمدونتك الخاصة بالطبخ. قدامك اختيار من اتنين. الاختيار الأول إن يعني أنت تختار دومين بإسمك الشخصي. أنت بتصنع براند لاسمك الشخصي له علاقة بالطبخ. يعني مثلا يوسف أحمد دوت كوم، هنا أحمد دوت كوم، أيا كان الاسم بتاعك فده اختيار مميز، أو إن أنت تختار اسم له علاقة بالنيتش أو المجال اللي أنت شغال عليه وهو الطبخ، مثلا ممكن نختار هنا ان كيتشن أو هنا في المطبخ وهكذا، فأنت بتختار الاسم الأنسب واللي أنت شايفه مناسب ليك أو لشخصك. طيب علشان نحجز بقى اسم موقعنا أو الدومين ونبني موقع احترافي زي اللي شفناه ده بالظبط بأقل من 50 جنيه هنعمل إيه؟ هتلاقي رابط موجود في صندوق الوصف. فيه كود تفعيل كود الخصم لحجز موقعك الالكتروني زي ما هنشوف باقل من 50 جنيه هتضغط عليه علشان يفتح لك الصفحه اللي قدامك دي وهنا اول حاجه بنروح عليها ونكتب هنا اسم الدومين بتاعنا وليكن احنا اخترنا مثلا يوسف احمد دوت كوم نختار اسم الدومين بتاعك طبعا تكتب دوت كوم عشان توفر عليك في البحث وبعد كده بتضغط على سيرش دومينز علشان يشوف هل الدومين ده متاح ولا لا زي ما انت شايف هنا I am available تتأكد في كل خطوة إن أنت مختار الدومين بتاعك بس علشان ما تدفعش فلوس أكتر من اللي أنت هتدفعها. هنا بنلاقي كلمة صح هنا علامة صح موجودة هنا إن أنت بتاخد الدومين دوت أو دوت مجاني أنا هلغيه مش عايزه ولكن يهمني الدومين بتاعي الأصلي اللي هو يوسف أحمد .com زي ما احنا شايفين بضغط على بروسيد تو باسكت تمام وبعد كده بنزل تحت الاقي هنا البروكسي سيلكتد الحاجه اسمها بروكسي خاص بالدومين عليها علامه صح بضغط عليها عشان الغيها كمان مره بضغط عليها علشان الغيها وبعد كده بضغط على بروسيت تو باسكت انا يهمني حجز الدومين بس مش اكتر من كده بعد كده بنزل على بروسيت تو باسكت الثانيه دي تمام علشان يجيب لي باقي البيانات اللي قدامنا دي هنا بيقول لك ايه انت عندك الدومين يوسف احمد دوت كوم لمده سنه بقيمه 1.99 من جنيه استرليني يعني بما يعادل 2.5 دولار او اقل من 50 جنيه مصري وتحتها ايميل 2 جيجا بايت وهنا تمنها 4 جنيه استرليني هضغط على اكس من هنا عشان الغيها علشان يتبقي لي بس سعر الدومين بتاعي او سعر الموقع بتاعي اللي هو 1.99 جنيه استرليني تمام وهنا شويه ضرائب احنا هنعرفك ازاي هتشيلها دلوقتي وهتختفي دلوقتي تلقائي ما تقلقش بعد كده بنضغط على كرييت ان اكونت تمام علشان بقى نبدا ننشئ حساب لينا على الموقع علشان نعرف نستغل الدومين بتاعنا ونقدر نتحكم فيه وننشئ الموقع الاحترافي اللي احنا اتعرفنا عليه من اقل من دقيقتين زي ما شفنا. البيانات سهله وبسيطه اسمك الاول اسمك الثاني رقم التليفون بعد كده بتنزل على لوج لوجن اند هنا بتدخل البريد الالكتروني او بتسجل البريد الالكتروني الخاص بيك وتحفظه جدا وبعد كده تاريخ الميلاد يوم شهر سنة ميمورابل وورد كلمة تذكرية بتكتب الكلمة ديت علشان لو احتجت تدخل على الحساب بعد كده وحصل معاك مشكلة يبقى عندك زي كود سري او رقم سري تاني غير الرقم السري الاساسي بتاع حسابك على الموقع طبعا بتتأكد ان الكود او الكلمة التذكرية ديت تتخطى الثمان حروف او ارقام وتكون مختلفة عن الرقم السري اللي احنا هندخله دلوقتي او نختاره دلوقتي بعد كده بتيجي هنا على الباسورد وتختار كلمة مرور خاصة بالايميل ده علشان لما تيجي تدخل على حسابك على الدومين تقدر تدخل بيهم وطبعا بتسجل البريد الالكتروني والباسورد دول والكلمه التذكريه دول في شيت بره كده عشان هنحتاجهم واحنا بنسجل دخول على حسابنا واثناء انشاء موقعنا الالكتروني زي ما هنشوف دلوقتي. بعد كده ننزل على الادريس ديتيلز او اختيار العنوان طبعا تختار الدوله بتاعتك اللي انت عايش فيها مصر الجزائر تونس المغرب اي دوله عربيه من اخواتنا الدول العربيه وبعد كده تختار العنوان الاول والعنوان التاني المدينه المحافظه والبوستال كود او الزيب كود او الرقم البريدي وده كود بيكون مكتوب على اقرب مكتب بريد خاص بيك ولو مش عارف يعني ايه رمز بريدي او مش عارف توصل ازاي لرمز البريدي بتاعك هتلاقي الشرح فوق في حرف الاي هنا فوق بالتفصيل. بعد كده بننزل تحت ونضغط على بروسيد علشان ندخل على باقي خطوات حجز الدومين بتاعنا دوت كوم يقول لك كونفيرم اوردر هنا اسم الدومين بتاعك دوت كوم يوسف احمد دوت كوم قيمته كام؟ دولار يورو و99% الفات او الضريبه اتخصمت هنا بقت مجانيه هنا بيقول لك وافق على الشروط والاحكام بضغط هنا على افعل المربع ده والمربع ده وبعد كده بضغط على بروسيد علشان بقى ادخل على الخطوه الثانيه وهي البيانات الخاصه بيا بيانات الدفع بختار هنا نوع الفيزا بتاعتي فيزا ولا ماستر كارد ولا ولا الاسم بتاعي الاسم الاول الاسم الثاني والمدينه والشارع والمدينه بتاعتي هنا والمحافظه والبوست الكود وبعد كده بضغط على كونفيرم علشان هنا يدخلني على البيانات الخاصه بالفيزا اللي انا هدفع بيها ال2 يورو او ال50 جنيه بكتب هنا 16 رقم بتوع الفيزا وتاريخ انتهاء الصلاحيه شهر وسنه والسكيورتي كود او السي سي في او السي في سي اللي هو بيبقى الرقم الثلاث ارقام اللي بيكون على ظهر البطاقه وهنا اسمك اللي هو بيبقى صاحب البطاقه اسمك الشخصي بتاعك تمام اللي انت لسه مدخله دلوقتي وبعد كده بضغط على كونتينيو بعد ما تضغط على كونتينيو بيقول لك هنا خلاص تمت عمليه الدفع ثانك يو فور يور اوردر تمام وهنا رقم الاوردر بتاعك خلاص كده مبروك عليك حجزت الدومين بتاعك دوت كوم باقل من 2 يورو او اقل من 50 جنيه طيب فاضل خطوه واحده علشان تفعل الدومين بتاعك بتلاقي رساله وصلاك على البريد الالكتروني اللي انت سجلت فيه بيقول لك هنا فيريفيكيشن ريكوايرد فور يوسف احمد دوت كوم بضغط عليها بيقول لك هنا فيريفاي يور ايميل ادريس تمام آه بضغط على يور ايميل ادرس هنا بيقول لك يور ايميل هاز بين فيريفايد خلاص انت الحساب بتاعك تم تفعيله بعد ما فعلت الايميل بتاعي برجع تاني نفس الرساله بلاقي هنا رابط الموقع بتاعي بضغط على الرابط ده names.co.uk بضغط عليها علشان بقى دخلنا على الصفحه دي واول حاجه بنضغط عليها نضغط على لوج ان عشان نعمل تسجيل دخول بقى على حسابنا ونتحكم في الدومين وننشئ الموقع الالكتروني بتاعنا طبعا بتسجل هنا البريد الالكتروني اللي احنا اكدنا عليك ان انت تحفظه وكلمه ارمولور وبعد كده تضغط على لوج ان علشان يدخلنا على حسابنا زي ما انت شايف انا حجزت الدومين يوسف احمد دوت كوم وهنا بقى بتحصل على الهدايا هدية انشاء موقع الكتروني مكون من صفحة واحدة وهو دي الميزة وهو ده الاداة اللي احنا نستخدمها اللي احنا شفناها في اول الحساب في اول الفيديو وطبعا بتحصل على بريد الكتروني احترافي سبورت ات يوسف احمد دوت كوم او كونتاكت ات يوسف احمد دوت كوم ايميل احترافي باسم موقعك الالكتروني وانا شارح الكلام ده بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا اللي يهمنا دلوقتي اللي هو نحصل على الموقع الإلكتروني بتاعنا بالشكل الاحترافي اللي احنا شفناه. كل اللي بنعمله بنضغط على كلمة آد علشان يفتح لنا الصفحة دي وبعد كده بنضغط على اكتيفيت ويب سايت بيلدر فري. هنا بيقول لك سكسس انتظر أقل من 30 ثانية علشان يتم بناء الموقع الإلكتروني زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي خلال ثواني. خلاص تم إنشاء الموقع بنضغط على إيديت سايت. تمام علشان بقى نبدأ نعدل ونختار من اكتر من 20 تمبلت احترافي مميز جدا زي ما انت شايف كل ديت نماذج للموقع الالكتروني بتاعك انت بتختار بقى النموذج اللي انت شايفه مناسب وهنا نختار النموذج ده اللي هو يعتبر طبعا ليه علاقه بالاكل تمام نضغط على ستارت بيلدينج علشان يجيب لنا شكل الموقع ويتيح لنا التغيير على الموقع خطوه بخطوه والموضوع هيكون سهل ما تقلقوش تمام بننتظر ثواني لحد ما بيتم اعداد صفحة الموقع بتاعنا زي ما انت شايف انا هكون عندي موقع الكتروني احترافي زي ما انت شايف بنفس الشكل ده علشان تعدل بقى على الواجهة بتاعة الموقع دي كل انت بتعمله بتيجي هنا على الكلمة دي تضغط عليها دبل كليك وتبدأ تغير زي ما انت عايز اي حاجة انت عايزها عايز تغير هنا مثلا في الصورة والعنوان والكلام ده بتضغط عليها دبل كليك بيفتح لك هنا الموضوع تمام باجي هنا على الصورة بضغط عليها وبيجيب لي هنا كل التفاصيل ده العنوان بتاعي تمام عايز احط رابط على الصورة يوجهني لمكان تاني او مدوية تانية ببدأ اعدل هنا واحط الرابط تمام زي ما انت شايف كل دي تعديلات عايز اغير في النظام والديزاين بتاع الموقع تبدأ هنا تغير في الايقونات ديت وتبدأ بقى انت ايه تعيش مع نفسك كده وتتعلم ازاي تغير في الموقع وده يتيح ليك انشاء الموقع الاحترافي بالشكل اللي قدامنا ده الخرافي ده ده طبعا اسهل طريق لانشاء المدونه ولكن لو الناس عايزه تشتغل بشكل مبسط خالص يبقى انت ما قدامكش غير مدونه بلوجر تروح تنشئ مدونه مجانيه على بلوجر تدخل على بلوجر دوت كوم وبعد تضغط على انشاء مدونه وتختار اسم المدونه وليكن مثلا مطبخ هنا وبعد كده تضغط على حفظ وبعد كده بختار عنوان اليو ار ال اللي هو الخاص ببلوجر بلاش ده ملوش علاقه باللي احنا اخترناه بعد كده مثلا نقول مثلا نوها او هنا احنا اخترنا هنا نقول مثلا هنا ان كيتشن مثلا تمام هنا بقول لك عنوان هذه المدونه الالكترونيه متاح اهم حاجه انت تختار هنا اسم يكون متاح وبعد كده على حفظ خلاص كده احنا انشانا المدونه بتاعتنا بعد كده بقى بنربط الدومين بتاعنا اللي احنا اخترناه وليكن مثلا هنا يوسف او يوسف احمد او ايا كان اسم الدومين الاحترافي اللي احنا اخترناه في الاول وبنربطه مدونه بلوجر علشان نتعامل كشكل مبتدئ ولو عايز تعرف ازاي تربط الدومين بتاعك اللي احنا حجزناه باقل من 50 جنيه دومين دوت كوم مدونه بلوجر فانا شارح الكلام ده بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا تقدر تشوفه وبعد كده تدخل على مدونه بلوجر الاحترافيه بالدومين الاحترافي بتاعك دوت كوم وتبدا تنشئ بقى المشاركات عليها والموضوع هيكون سهل إن شاء الله، وأنا شارح بالتفصيل تحت في صندوق الوصف دورة كاملة بتتكلم عن بلوجر وإزاي تتعامل معاها، ولكن أهم حاجة إن أنت تحجز الدومين دوت كوم دومين احترافي بيدي مصداقية ويدي قوة للمدونة بتاعتك لو أنت روجتها في أي مكان علشان تزود معدل الأرباح، وده اللي هنعرفه لما نيجي نتكلم عن فقرة الأرباح وإزاي تحقق الأرباح من مدونة خاصة بالطبخ وهنعرف الكلام ده بالتفصيل فما تروحش بعيد. خلاص احنا انشانا المدونه بتاعتنا بالدومين دوت كوم الاحترافي سواء بقى استغلنا شكل الموقع الاحترافي اللي احنا عرفناه مع بعض او انت ربطها اي ان انت ربطتها بلوجر ايا كان، اهم حاجه بعد كده ان انت تختار محتوى. تختار محتوى جيد متخصص نيتش متخصص. تتكلم بقى عن التنظيم الغذائي، تتكلم عن الحميات الغذائيه، تتكلم عن المخبوزات، الحلويات ايا كان. والله عايز تختص في مجال معين مفيش أي مشكلة، عايز تجمع بين كل ما يخص الأكل والوجبات مفيش أي مشكلة، المهم بتحدد أنت عايز تعمل إيه، وهنا بقى نبدأ للخطوة التانية المهمة جدا، أنت هتكتب مدونة إزاي؟ مدونة بتتكلم عن الطبخ، أول حاجة وأهم حاجة حاول تكون لديك اه فيديو أو ميديا خاصة بالشرح بتاعك أو التدوينة بتاعتك، يعني إيه؟ يعني مثلا انت بتعملي مثلا او حضرتك بتعملي بتطبق بتعملي البسبوسه او صينيه البيتزا او ايا كان اللي انت بتعمليه فيديو تصور الفيديو دقيقه دقيقتين ثلاثه خمسه عشره اي مقطع فيديو خاص بيك وانت بتصنع او بتعمل او بتطبخ او 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 وهنا اول طريق النجاح هتاخد الفيديو ده ترفعه على اليوتيوب وبعد كده تيجي تعمل له ادراج ضمن المدونه بتاعتك او ضمن التدوينه، وبعد كده بقى تبدا تكتب المكونات وطريقه العمل تسردها باسلوبك تمام؟ وهنا لا تغفل عن اهم نقطه وهي استخدام الكلمات المفتاحيه. يعني ايه كلمات مفتاحيه؟ الكلمات المفتاحيه او الكلمات البحثيه اللي هي اي شخص بيبحث عن منتج بيبدا يكتب مثلا كيفيه عمل البيتزا، طريقه عمل البيتزا، هي دي الكلمه المفتاحيه. الكلمه المفتاحيه اللي عن طريقها الزائر بيدخل على المدونه بتاعتك، فهنا انت لازم تختار كلمات مفتاحيه قويه. والكلمات المفتاحية ليها ثلاث أنواع قصيرة متوسطة وطويلة طيب لو عايز تعرف يعني ايه بالتفصيل هسيب لك الشرح فوق في حرف الآية هنا ولكن بشكل مبسط انت بتستخدم موقع اسمه رابيت تاجز موقع خرافي بتكتب هنا الكلمة المفتاحية الاساسية وليكن مثلا عمل بيتزا مثلا عمل بيتزا واضغط على انتر فبيجيب لي هنا دي الكلمات المفتاحيه الخاصه بالبيتزا ببدا اخد الكلمات ديت واضيفها ضمن التدوينه بتاعتي او الموضوع بتاعي واهم حاجه احط كلمه مفتاحيه قويه تمام زي مثلا كيفيه عمل البيتزا او طريقه عمل البيتزا الايطالي او كذا اكتبها في العنوان في المقدمه وابدا اوزع الكلمات المفتاحيه ديت داخل الموضوع واحط كلمات مفتاحيه قويه في اخر الموضوع او في الخاتمه وابدا بقى اكتر وازود من عدد المنشورات والتدوينات على التدوينة بتاعتي وأبدأ بقى أروجها على يوتيوب أبدأ أروجها على الفيسبوك على منصات التواصل الاجتماعي التانية إنستجرام أي منصة سوشيال ميديا تقدر تراجع علشان ده بيحقق انتشار سريع لمدونتك ولشغلك وده هيكون طريقك للنجاح. طبعا ملحوظه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها ان انت تعدد من منصات السوشيال ميديا اللي انت مشترك عليها. انت انشات موقع على مدونت بلوجر او انشأت او حجزت دومين دوت كوم تروح تنشئ قناه بنفس الاسم على اليوتيوب تروح تنشئ صفحه على الفيسبوك ولو مش عارف ازاي تنشئ صفحه احترافيه على على الفيسبوك خطوه بخطوه للمبتدئين فانا شارح الكلام ده فوق في حرف الاي وازاي كمان تربح من صفحه الفيسبوك ولكن خلينا في موضوعنا ازاي تربح من المدونة ودي النقطة الاخيرة اللي الكل مستنيها ازاي هربح من المدونة بتاعتي الخاصة بالطبخ وهنا الطريقة الاولى للربح من مدونة الطبخ تمام خطوة بخطوة وهي الربح من ارباح الاعلانات او ارباح ادسنس يعني ايه اي حد بينشئ مدونة هيعمل موضوع اتنين عشرة بيبدأ يقدم في ادسنس تمام ادسنس المدونات وبعد كده بيبدا يتوافق عليه ويتم عرض الاعلانات على حسابك او على المدونه بتاعتك وانت بتحصل على ارباح من المدونه ولكن ده مش موضوعنا الاساسي الطريقه الثانيه للربح من المدونه الخاصه بالطبخ وهي التسويق بالعموله ودي مهمه جدا ومربحه جدا جدا ازاي اربح من التسويق بالعموله على المدونه بتاعتي بجانب الاعلانات طبعا اول حاجه ان انت تروح تشترك في امازون جوميا سوق هتلاقي منتجات تتكلم كتير عن الطبخ تقدر تاخد منتجات بسيطه ومعدل الارباح بتاعها عالي وتبدا تستخدمها في الفيديو بتاعك او تكتب الاداه ديت في في التدوينه بتاعتك او ترفع صوره ليها وتعمل ارتباط برابط الافلييت بتاعك بعد طبعا ما تشترك في برنامج الافلييت او برنامج التسويق بالعموله في سوق او جوميا او ايا كان البرنامج اللي انت هتستخدمه فاي حد بيشوف المنتج ده على التدوينه بتاعتك او يشوفك بتستخدمها او بيشوفك بتتكلم عنها ويدخل يشتريها انت بتحصل على ارباح من امازون او سوق او جوميا او ايا كان الموقع اللي انت مشترك فيه ولو عايز تعرف بالتفصيل يعني ايه التسويق بالعموله فانا شارح بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا كل ما يخص التسويق بالعموله نروح بعد كده للطريقه الثالثه للربح من مدونه المطبخ او مدونه الطبخ الخاصه بيك وهي الربح من بيع المنتجات وبيع المنتجات هنا الخاصه بمدونه الطبخ تنقسم الى قسمين بيع المنتج اللي هو الاكل نفسه وكتير جدا شغال في النقطه ديت وما فيهاش حرج في ناس بتشتري الاكل البيتي الجاهز اللي انت حضرتك بتطبخه او اللي حضرتك بتطبخيه وبيحتاجوا في عزومات والكلام ده وبكون ليها عائد مربح وممزي جدا جدا الطريقه التانية بيع المنتجات شبيهه ب التسويق ولكن انت بيكون عندك المنتج فاي حد بيتواصل معاك سواء بقى كان على صفحة الفيسبوك اللي احنا قلنا لازم تنشئها سواء تواصل معاك عن طريق اليوتيوب سواء تواصل معاك عن طريق الموقع كل دي منصات تقدر تتواصل بيها مع المشاهد ويقدر يشتري المنتج بتاعك ودي طبعا مربحه جدا لان بيبقى المنتج ده عندك لو قدرت توفره. الطريقه الرابعه للربح من مدونه الطبخ وهي وصولك لمرحله ان انت تكون براند ومن هنا يبدا بقى الناس تعمل اعلانات على المدونه بتاعتك اعلانات على قناه اليوتيوب بتاعتك اعلانات على الفيسبوك صفحه الفيسبوك بتاعتك او ان انت تعدي كده وتقوم بعمل برنامج او حد يستضيفك في برنامج ومن هنا بتبدا الشهره وبتبدا معدل ارباح اللي لا حصر له، يبقى احنا عرفنا من الاول كده ازاي ننشئ مدونه احترافيه خاصه بالطبخ وعرفنا ازاي نبنيها سوا وازاي كمان نحقق الارباح منها. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكره بطريقه سهله وبطريقه بسيطه ولو استفدت معلومه واحده يا ريت تدعمنا باشتراكك في القناه. وتعمل لايك وشير لان ده اكتر حاجة بتفرحنا بتمنى لكم الخير والتوفيق في مجالكم وفي حياتكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته